قرار الإغلاق ديال 3 أيام في الأسبوع. القرار احنا ما كناش كنتظروه بالبتة، نظرا لأن كنا منتظرين بأن المسؤولين اللي قرروا هذا القرار باش يتصلوا بنا ويشاركونا رأيهم باش نوصلوا لواحد الحل، ولا كما طلب وزير الداخلية منهم في أجوبة اللي طرحت عليه، باش نكيفوا هذا الإغلاق حسب الظرفية المائية ديال البلاد وحسب الوضعية الاجتماعية ديال رب الحمام، باش ما يكون لا ضرر ولا ضرار. ولكن مني ارتأت الحكومة بأن هذا القرار راه صائب ديال 3 أيام في الأسبوع، نكونوا ما ونتمنوا باش ما تكونش عنده أضرار جانبية على الطبقة الشغيلة وعلى أرباب الحمامات كفاعلين اقتصاديين في المجتمع. وكنوجهوا واحد السؤال المسؤولين اللي قرروا هذا الإغلاق، كيفاش حكموا على أرباب الحمامات وعلى الحمامات بأنهم هما اللي كيضيعوا الماء في الماء ديال المغرب، نقولوا الماء المغربي، في حين أن أرباب الحمامات لا يستعملون الماء الشروب. وهنا علامة استفهام كبيرة على الماء الشروب اللي كيشربوا المغاربة، راه لا ما استحموش في الحمامات والاستحمام الجماعي، راه غادي يستحموا في ديورهم وتما غادي يتزاد الكيلين وغيولي ضياع في الماء الشروب واستهلاك الغاز البيطان اللي كيسخن به الماء في المنازل. الحمامة لا يستعملوا حقينة السدود في استعمالها في استحمام ديال المواطنين، مول الحمام كيستعمل ماء البئر، والآبار راها مرخصة بتراخيص قانونية من عند وكالات الحوض المائي. إذن هنا أرباب الحمامات راه ما كيستغلوش ولا ينهكون حقينة السدود بعدم استعمالهم الماء الصالح للشرب. وحنا كجامعيات وكفاعلين جبعويين بغيناهم يوفروني الآليات باش نديروا حملات تحسيسية في أرباب في جميع الحمامات ديال جهة الدار البيضاء سطات، ونساهموا في توعية المواطنين ونطرحوا لهم الحلول اللي عندنا باش يتاخذوها كآليات للاقتصاد في الماء، لا الشروب ولا الماء ديال المستعمل من طرف المواطنين. واللي كنزيد نأكد بين قوسين بأنه ماء غير صالح للشرب ولكن صالح للاستحمام. كاقتراح للمسؤولين بأن أرباب الحمامات مستعدين على أنهم يستغناوا على مياه الوكالات ولا في الدار البيضاء على المياه ليداك، باش يخليوا الماء الشروب للمواطنين، أنهم احنا كنقترحوا عليهم كحل مؤقت وكحل ظرفي باش يقطعوا التزويد على الماء الصالح الشرب على الحمامات. لا كانوا هما المستهدفين ولا كانوا هما المتهمين بأنهم كيضيعوا الماء ديال الصالح للشرب، احنا كنقترحوا عليهم كجمعية باش يقطعوا التزويد على الحمامات بالمياه ديال الوكالات، وبهذا سوف نوفر الماء للمواطنين. إذا صالح التعبير، إذا كان هذا التعبير صالح، يقطعوا الماء ديال الوكالات على الحمامات.